بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. ما اسم أبيه؟ عبد الله. قالوا في ترجمته سني، وهم ما يذكرون هذا الوصف إلا لمن كان ثبتا في السنة. قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير محمد ابن تدرس عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام من المكثرين في الحديث، وأبوه كلمه الله كفاحا رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. لا عدوى بنفسها إلا بقدر الله، ولا طيرة صحيحة إنها محرمة وهي من شؤون الجاهلية، وهي تسبب للإنسان النفرة والضيق والتشاؤم وعدم الاندفاع إلى الخير والانقباض، لهذا لا طيرة من شؤون الجاهلية، وخير ما يكون ومن جنسها من حيث الجنس من جنسها الفعل، أعني من حيث أنه نظير موضوعها، إلا أن هذا خير يسبب ما تقدم، شر يسبب ما تقدم ذكره، والفعل خير يسبب التفاؤل والاندفاع إلى الخير وانشراح الصدر، فلهذا حث عليه الشرع ويعجبني الفعل. ومن هنا تعلم أن من مقاصد الشريعة اندفاع الإنسان إلى الخير وانشراح صدره له، وتجنب ما يسبب له الضيق والانقباض والبعد عن الهدى بقدر المستطاع، وأن هذا أوفر له وأطمن له وأنفع له. وأيضا فيه الحرص على ما يدفع بالإنسان إلى طاعة الله، والحذر مما يدفع بالإنسان إلى معصيته، والحذر من أسباب الانصراف والميل والزير والشكوك والظنون والارتيابات. فالطيرة لما كانت فيها هذه الأمور أو بعض هذه الأمور صارت محرمة وصارت شركا، لأنها اعتراض على مراد الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولأنها تضعف التوكل وتثبت وساوس الشيطان وتسلط الشيطان على ذلك الشخص الذي تسلطت عليه الطيرة، وتضعف يقينه واعتماده على الله وإيمانه بالقدر، وتجعل ذلك الذي وقر في قلبه شريكا، إما ذلك العدو أو ذلك يعني الذي تشاءم به، كأنه يخافه كخوفه من الله أو بعض الخوف، فلهذا كانت شركا. من هذه المعاني صارت الطيرة شركا.